طيب، بدي اياكم توسعوا المخيلة تبعتكم معايا شوية، تمام؟ هجيت احنا نتعامل مع الأرقام، صح؟ سواء كانت انتجر أو فلوت، صح؟ الآن بدنا نعمل منها نسخة بس من نوع Object Class، والهدف من هاي الشغلة بس انه كمان مثال توضيحي اكتر انه انتو تستوعبوا الكونسبت تبع الاوبجكت اورينتد، تمام؟ فبالتالي احنا الارقام زي ما بعرف متغير على طول x بتساوي 10، الان بدنا نعمله على شكل كلاس، فبالتالي بدنا نعرف كلاس وبدنا نسميه number، وهنا بدنا نروح زي ما اتفقنا على def init. شو بدي اخد؟ self و value v، كل رقم في له value، صح؟ وهنا بحكي self dot v تساوي ال v. نعم، وممكن أعرف هنا the string representation لإله، أنا بدي أرجع الرقم هذا كسترينج، فبدنا إيش دالة التحويل لسترينج؟ str، بعمل return ل str للسيلف دوت v. نعم، طيب خلينا نجرب. هنا نعرف n بتساوي number. هنا نسينا انه بدنا نعطي default value انه لو ما اعطاش او بتساوي 0، اوكي، او مش بالضرورة، اوكي بتساوي 0. هنا number وهنا 3. نعم، هنا برنت ان. تمام، ممكن هنا في عندي بالإضافة لدالة الـ str في عندي دالة اسمها add def underscore add، هنا حياخد self وحياخد x. ايش معنات هذا الكلام؟ بدنا نضيف على الـ value اللي عندي الـ v، بدنا نضيف القيمة x، ف self dot v بتساوي x، لأنه إحنا في الأرقام العادية ممكن إيش نقول؟ إنه نقول الـ n بتساوي أو الـ n زائد 3. لو كانت الـ n عبارة عن integer n زائد 3 بروح بزيد على قيمتها 3، لكن العملية هذه الـ plus مش معرفة، كيف بعرفها؟ من خلال دالة الـ add underscore underscore add. عملية، تمام؟ يبقى عملية البلس هذه بين الأوبجكتس قدرت إني أنا أسويها بإنه أنا أعمل دالة الأد، زي دالة الـ str بتعطيني string representation، دالة الأد بتعمل لي هاي العملية، فبالتالي هنا ممكن أرجع هذا أنفذه، وهنا وهنا وأعمل print كمان مرة للآن 3، فهنا كيف؟ هنا plus equal، بس هاي اللي نسيناها، هاي هذا زي هيك
هنا 6 نعم. ايش هي انا مش مخزنينها في الوطن؟ الان عبارة عن object. ايش معناته؟ انه الvalue الvariable تبعه عبارة عن الv، ورحنا غفلتناه في class، فبالتالي تخيل زي كأنه رقم ومغلف بكلاس اسمه number، تمام؟ فبالتالي المتغير تبعه هو عبارة عن v، لما نضيف دالة الاد حيصير انه اضافة للأوبجكت بهذا الشكل. لو اجينا شفنا التايب كيف؟ بالنسبة للايش؟ انه احنا النمبر هاي، احنا النمبرز هاي اكس بتساوي 3 صح؟ وحكينا x plus equal 3 وهي قيمة ال x، نحط لك اياها في جملة print 6، وهنا نشوف ال type لل x هي عبارة عن integer. احنا انا مجرد ان انا بعطي مثال اضافي تمام للأوبجكت. وايش اخترنا في هذه الحالة؟ كنا ايش اخذنا؟ اخذنا بيرسون، اخذنا سيركل، اخذنا ريكتانجل، اخذنا كار، واخذنا الباج كمان. احنا بدنا نتخيل انه النمبر هذا بدنا نتخيله انه هو مش نمبر، مش اشي بريمتيف تايب عادي، انه هو عبارة عن كلاس. كيف ممكن نعمله؟ انه احنا غلفناه في كلاس، عرفناه جوا كلاس زي هيك. بس الموضوع انه انت تعملي اطلاق للمخيله عندك بحيث انه نقدر نتخيل هذا الموضوع. فبالتالي انه هذا عباره عن انتجر، او ممكن ياخذ فلوت هنا جوا، بس غلفنا جوا كلاس نمبر. هنا طلعنا السترينج ريبريزنتيشن، وهنا عرفنا عمليه البلس بهذا الشكل. لانه هذا الاشي لو هذه انا ما عملتهاش واجيت نفذت، هذا السطر بيقول لي ايرور، انت بدك تضيف لي على الاوبجكت 3، مش عارف كيف بدي اسويها. زي ما تخيلوا انه انا بدي اعمل كار بتساوي كار زائد 10. شو معنات هذا الكلام؟ ممكن انه انا افسر له اياها كمبرمج انه زود على السرعه 10، لكن هو بعرفش كيف بده يعملها. فايش بنسويها؟ بنعرفها في دالة انه لما اقول لك بلس كار بلس، معنى ذلك انه انت بدك تزود على السرعة زي هيك، تمام؟ فبالتالي هذا المثال بس مجرد انه مثال اضافي للأوبجكت تبعتنا، وبدنا نتخيل انه الارقام العادية سواء كانت انتجرز او فلوت انه هي عبارة عن كلاس. كيف بدنا نعملها؟ بنعملها بهذا الشكل. هي شفنا تحت البريمتيف، هذا عبارة عن بريمتيف. ايش يعني بريمتيف؟ تايب اولي معرف اوريدي في البايثون. اما النمبر هو عبارة عن تايب جديد، هذا انا عرفته بكلاس، تمام؟ هاي العمليات تبعته كلها محددة ومعرفة، ما فيش داعي ان انا اعرفها. لكن لو انا بدي اعرف نمبر هنا، بدي اضطر ايش اسوي؟ اعرف له كل العمليات، منها الاديشن والسبستراكشن او سبتراكشن اللي هو الجمع والطرح، والايكوال والنوت ايكوال، وكل هاي الشغلات. لازم اقول له انه في حاله المساواه ايش بدك تسوي، في حاله الاكبر من ايش بدك تسوي، زي هيك، تمام؟